السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. كيف عودتكم دائما كنحاول انني نقرا لكم المونتاج ديالكم وندير الفيديوهات اللي كتطلبوا مني. اغلبيه ديال المتتبعين ديال القناه قالوا لي نعاود معكم تلخيص ديال الفصول ديال الروايه، يعني شابيتر باغ شابيتر. داكشي اللي قررت ندير، غادي ندير واحد السلسله ديال الفيديوهات كلها خاصه بالتلخيص ديال الفصول ديال الروايه ديالنا علبه العجائب. كيف عارفين حنا عندنا 12 شابيتر، دونك غادي يكون عندنا 12 فيديو، كل شابيتر غندير ليه فيديو راسو، حيت عارفين حنا ان الفصول فيها بزاف ديال الاحداث، يعني كل فصل ان شاء الله غادي نعطيه الحق ديالو، غادي نحاول نهضر على اهم الاحداث اللي كاينين فيه، وهذا الشيء هذا غادي ينفع خصوصا الناس اللي ما قراتش الروايه في الصيف والناس اللي ما باغاش انها تقرا الروايه وفقط باغا تكتفي بالغيزومي. كنتمنى انكم تفاعلوا مع هذا لا فيديو وتبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم، وعلاش لا تدعيوا مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره ومع جميع الاباء ديال المسلمين. نبداو على بركه الله الغيزومي ديال لو شابيتر 1. Le narrateur adulte se rappelle son enfance solitaire. Le narrateur, li huwa Sidi Mohammed, li huwa le personnage principal, li huwa le héros du roman, le batal ديال القصة ديالنا، يعني ثلاثة الحوايج كيساويو لينا Sidi Mohammed. Le narrateur, le personnage principal, le héros du roman. كاين واحد الاختلاف بسيط جدا، بعض المرات كيكون لو ناراتور ادلت اللي داوي، ماشي داك سيدي محمد اللي عنده 6 سنين، مي سيدي محمد اللي كبر كيعاود لينا على سيدي محمد ملي كانت عنده 6 سنين الاحاسيس ديالو. يعني في لو شابيتر 1 غنلقاو سيدي محمد ادلت، يعني لو ناراتور ادلت كيعاود لينا سو رابيل، كيبدا يتذكر لينا son enfant solitaire، ديك الطفوله ديالو اللي عاشها في الوحده، يعني غيبدا يرجع بالميموار ديالو اللور ويعاود لينا على الوحده اللي كان كيعيشها في العمر اللي كان عنده فيه 6 سنوات. ودائما كنقول لكم باش تفرقوا ما بين واش لو ناراتور اللي عنده 6 سنين اللي داوي ولا لو ناراتور اللي كبير اللي داوي بلي فيرب، يعني شوفوا لي فيرب، الا كانوا في البريزون راه عرفوا لو ناراتور ادولت اللي داوي، الا كانوا في لامبارفي وداكشي غادي يكون لو ناراتور اونفون اللي داوي. هاد لو ناراتور ادولت يعني كيكون فقط في بعض الفقرات ماشي في الروايه كامله. Il voit un enfant de 6 ans qui veut attraper un moineau pour en faire un compagnon. يعني في لو شابيتر 1 غتكونوا قريتوه مع الاستاذ ديالكم في القسم، غتلاحظوا انه بدا كيعاود على راسو ملي كانت عنده 6 سنين وكان جالس باغي يصيد واحد العصفور، ماشي باش ياديه، مي هذاك العصفور بغى يصيدو باش يرجعو الصديق ديالو حيت هو كان كيعيش في الوحده. عارفين ان سيدي محمد il n'a pas d'amis le fils unique de ses parents، يعني هو الولد الوحيد اللي عند الام ديالو اللي هي لاله زبيده والاب ديالو اللي هو المعلم عبد السلام، داكشي علاش كيحس بالوحده. عنده دي كاماراد في المسيد يعني في الجامع ليكول كورانيك، واني العالم ديالو هو منعزل على العالم ديالو. بالنسبه للحدث الثاني، il présente la maison où il habite avec ses parents et d'autres locataires. Ça veut dire دار شوافه. يعني بدا كيقدم لينا وكيعطينا واحد الصوره على هاد الناس هادو اللي غادي نشوفو في القصه فين ساكنين وكل واحد والمعلومات اللي غادي نحتاجو عليه. باش نسهل عليكم رسمت لكم انا الدار ديال الشوافه باش هاكا تبقاو عاقلين. بالنسبه للسفلي ساكنه فيه لاله كنزه الشوافه اللي هي لا فوايونت، يعني هاد لاله كنزه هي اللي كاريه الدار كامله من عند واحد الناس، وعاودات كراتها هي، يعني هي كاريها من عند الناس ماشي ديالها، وعاودات كراتها للناس وحدين اخرين اللي ساكنين في الطابق الاول وساكنين في الطابق الثاني. بالنسبه للطابق الاول في عائله وحده كتكون من 3 ديال الناس، دريس العواد الزوجه ديالو رحمه وبنتهم زينب، يعني عندهم بنت وحده سميتها زينب العمر ديالها 7 سنوات. فايت الشخصيه الرئيسيه ديالنا سيدي محمد بعام، سيدي محمد ما عندوش مع هاد زينب. الطابق الثاني كيتكون من 2 ديال العائلات، العائله الاولى اللي هي كتكون من فاطمه بزيويه اي سو ماري علال لو جاردينيي، يعني عائله فيها 2 ديال الاشخاص ما عندهم لا اولاد لا حتى شي حاجه، فاطمه بزيويه والراجل ديالها علال اللي المهنه ديالو جاردينيي. العائله الثانيه اللي كتقاسم نفس الطابق معهم اللي هي لا فامي دي ناراتور، العائله ديال البطل ديالنا، يعني اللي كتكون من لاله زبيده الام، المعلم عبد السلام الاب، وسيدي محمد لو بيرسوناج برينسيبال اللي قلنا لاج ديالو 6 سنين.
هاد دار الشوافه كاينه في واحد الدرب اللي سميتو درب النواله. كنتمنى ان الصوره تكون وضحت لكم على السكان ديال دار الشوافه. ندوزو دابا باش نكملوا الاحداث ديال لو شابيتر 1. Il raconte avec amertume une scène urbaine mort. Sidi Mohamed, من بعد ما بدا كيعاود لينا على لي سوفونير دونفونس اللي كانوا عامرين بلا سوليتود وبدا كيعاود لينا على السكان ديال دار الشوافه داز باش كيعاود لينا وكيتفكر واحد النهار اللي مشى مع الام ديالو الحمام لو بان مور هو الحمام. سيدي محمد كيكره الحمام. بوغ لوي سي تان انفير كيعتبروه جهنم، يعني الا مشى للحمام كيعتبر انه دخل جهنم حيت هذيك الحراره اللي كتكون في الحمام وهذيك الرطوبه ما كيقدرش عليها، يعني كيكره يمشي للحمام. لو لوندومان دو با لالا زبيده غاكونتي لا سيونس ا توت لي فوازين، يعني قال لك الام ديالو مني داتو معاه الحمام مني جات في اليوم الموالي بدات كتعاود لكاع الجارات ديالها اللي ساكنين في دار الشوافه كتعاود ليهم على داكشي اللي داز في الحمام، يعني مع من طلاقات وشنو سمعات وشنو قالوا كاع داكشي كتعاودوا للجيران ديالها. Le narrateur parle de sa boîte à merveilles et de sa relation avec elle. Le narrateur Sidi Mohamed bda kiaoud lina ala l'ulba diel l'ajaib dielou et de sa relation avec elle ou l'alaqa li katrabtou biha. Kif deja drat likom fil présentation diel les personnages, anna la boîte à merveilles hiya wahed le personnage li imaginaire. شخصيه اللي هي خياليه كيلجا ليها سيدي محمد ملي كيحس بلا سوليتود هي صديقه ديالو ان با دامي دونك إلي سول. سيدي محمد ما عندوش أصدقاء إذا هو وحيد والوحدة ديالو كيتخلص منها مني كيجبد ديك العلبة ديال العجائب ديالو حيت قلنا هي لامي ديالو إي سون جوي بخيفيغي هي الصديقة ديالو وفي نفس الوقت اللعبة ديالو. هاد لابواط أشنو فيها؟ يعني دار لنا واحد البريزونطاسيون يعني بدا كيدوي لنا في لو شابيتر 1 على المحتويات ديال ديك العلبه اشنو جامع فيها. وحتى في لافان ديال القصه يعني في لو شابيتر 12 غنلاحظوا انه ثاني يعني غينتهي لنا تنتهي لنا القصه وهو كيجبد دوك الاشياء اللي كاينين في العلبه ديال العجائب ديالو. Elle contient des boules de verre يعني هاد العلبه هادي هاد الصنيديقه ديالو كتحتوي على دي بول دو فير واحد الكرات ديال الجاج. دي بوطون ديكوري دي بوطون ديكوري يعني ازرار دوك الصيف ملونين دي بوطون سون ديكور وازرار اللي ما فيهم حتى شي لون دي كلو ا تيت دوغي داك البينيس دي زونكري فيد دوك القراعي اللي كيكون فيهم داك المداد كانوا كيكتبوا بكري يعني كيستعملوا الريشه كيديروا في واحد القرعه كيكون فيها المداد يعني هذوك القراعي ملي كيخواو هو جامعها جامع واحد الوحده ودايرها تما في العلبه ديالو دي زانو دو كويفر يعني واحد الحلقات ديال النحاس ان مينيس كادوني يعني واحد القفل صغير اللي ما عندوش الساروت ديالو. من بعد ما دولينا على العلبه ديال العجائب ديالو العلاقه ديالو بها واشنو كيكون فيها غيدوز يهضر لينا على الخصام اللي وقع ديال الام ديالو. لا ديسبوت اونتر لالا زبيده اي رحمه اكوز دو لا ليسيف يعني غتخاصم لينا لالا زبيده اللي ساكنه في الدوزيام ايطاج في دار الشوافه واللي راجلها المعلم عبد السلام غتضارب مع رحمه اللي ساكنه في الطابق الاول واللي الزوج ديالها دريس العواد. علاش غادي يضاربوا؟ اكوز دو لا ليسي بسبب ديال النوبه ديال التصبان الدار ديال الشوافه ولا داك الرياض حنا اللي كنعتبروها بحال الرياض عندهم النوبه ما يمكنش كلشي غينوض يصب دقه وحده. علاش؟ حيت كاين غير سطح واحد يعني مديرين واحد القواعد كل واحد كيصب واحد النهار يعني النهار 2 ديال لالا زبيده نهار كذا ديال هادي نهار كذا باش ما كيوقعش مشكل. ناضت رحمه اللي هي ساكنه في الطابق الاول ديال دار الشوافه وخادت النوبه ديال لالا زبيده. لاندي سي لو جو ريزيرفي اكسكلوزيفمون على مير دو ناراتور يعني نهار 2 معروف ان لالا زبيده هي اللي كتصبن وهي اللي كتستغل هذاك النهار كتصبن وكتنشر يعني ما كاينش اللي كيتزاحم معها. ناضت رحمه ويعني كما كنقولوا وخادت ليها النوبه ديالها وبداو ديك الساعه كيتضاربوا ضاربوا في الصباح الرجاله ما كاينينش يعني راجل رحمه دريس العواد ما كاينش وراجل لالا زبيده المعلم عبد السلام ما كاينش يعني الرجاله كيفطروا الصباح كيمشيو ما كيجيو حتى للعشيه. العيالات رحمه ولالا زبيده ضاربوا في الصباح نوضوها بيناتهم في العشيه مني جاو الرجاله ديالهم كل وحده كتعاود ليه الفيرسيون ديالها وبداو تاني كيتسامعوا كيسمعوا بعضياتهم كيتغاوتوا وما ينوضوا يضاربوا تاني في العشيه يعني ضاربوا جوج ديال المرات ضاربوا في الصباح
مني ما كانوش الازواج ديالهم، ومني جاوا الازواج ديالهم يعني كملوا المضاربه ديالهم، يعني دو ديسبوت في نفس النهار بسبب ديال اليوم ديال الغسيل. كانوا هادو هما اهم الاحداث ديال لو شابيتر 1. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، سورتو الناس اللي ما باغاش تقرا القصه والناس اللي يعني قراتها او نساتها ضروري ما تعقلوا على هاد لي زيفيرمون. عندنا بزاف ديال الاحداث في كل شابيتر، حاولت ما ننسى لكم حتى شي حاجه في هذا الفصل هذا، وان شاء الله غادي نكمل معكم جميع الفصول اللي باقيه. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.